شخصية إنه الراجل يقول للمرأة اغربي عن وجهي واذهبي إلى أهلك سيئة تصبح مطلقة ثالثا ويلزمها تاخذ راجل آخر باش ترجع له. هذا قريتوه لنا، قريتونا انتوما انه البو قبل ما يتوفى يخلي بنته ورثة ويقول زوجتك التهيمي. عنا احنا التهيمي، احنا عنا التهيمي البرجيبي، التهيمي البرجيبي متاعنا وقت يحب يعرس بامرأة يمشي يطلب رضاها يقول لها هل ترضين بي زوجا يا فاطمة؟ تقول نعم رضيت بك زوجا يا تهامي، وتأخذ بيده وتذهب إلى المأذون اللي هو عدول الإشهاد وإلى البلدية ضابط الحالة المدنية اللي عنده نموذج متاع كونتراتو العرس ويسألوا اسمك واسم بوك واسم جدك وقتاش تولدت وشنو تخدم ومعرس توا ولا ماكش معرس بوحدة أخرى وشنية أمورك ويحل عليك الكتاب، ومن بعد يقرأ لك النص متاع التراضي ويقرأ لك النص متاع 23.23. الكلكم عرستوا بالطريقة هذه ولا؟ وبناتنا اللي مش يعرسوا توا يزم يعرسوا بالطريقه ذي، واولادنا يعرسوا بمجله الاحوال الشخصيه هذه انت زوجتك نفسي تحت الطاوله وانت طالق والمأذون يقطع الورقه. احنا ما عناش الزواج العرفي، لا تعدد الزوجات، لا الزواج على خلاف الصياغة القانونية، لا انه المرأة يورثوها مع الورثة، لا يا تهيمي يا تهيمي ما عندناش نساء يعرسوا عرفي، يا تهيمي ما عندناش نساء يخالفوا مجلة الأحوال الشخصية. ما لازم يقريوا فيهم في شنوة؟ في احنا قاعدين نحكيو احنا كل مرة وقت اللي زادت تحسنت مجلة الأحوال الشخصية وليت وقت تبدا الطفلة قاصر موافقة بوها وأمها ومشينا عملنا الشراكة داخل المنزل بين المرأة والرجل وهكاك ومانيش راضين، مازلنا طالبين برشا حقوق للمرأة داخل الأسرة وعلى أبنائها وخارج الأسرة وفي المجتمع وفي الحياة السياسية. اليوم شنية الرسالة اللي تعطيها يا رئيس الجمهورية أستاذ القانون الدستوري وقت اللي تقمع الحزب الوحيد اللي رجاله ونساه انتخبوا على راسه امرأة؟ شنية الرسالة اللي تعطيها وقت اللي تقمع الحزب الوحيد اللي عنده ديوان سياسي منتخب بالتناصف؟ شنية الرسالة اللي تعطيها وقت تلقى الحزب هذية اللي هو وريث الحزب الدستوري وريث الحركة الوطنية وريث البرجيبية اليوم يتقمع والخوانجية اليوم يخليونا احنا في الوضع هذا انسام لوحة في الكياسات وانسام فدوا روحوا وانسام موجودين لهنا يعلم بيهم ربي وتحطونا بعاد على المقر متاعهم على خاطر المقر متاعهم بالنسبة ليكم انتو شابل. قولوا لنا ما هي الحصانة اللي يتمتع بها القرضاوي؟ هنقولكم انا شنية الحصانة يا جماعة. هل تعلم ان القرضاوي مدرج على قائمة الانتربول؟ القرضاوي غشي غشي، القرضاوي كان كيف يخرج يمشي يدلس باسبور، كل مرة يدلس باسبور متاع دولة باش ينجم يخرج بيها، وخرجوا وقتها قالوا ليه تنحى من الانتربول ومن بعد ظهر ما تنحاش، واحنا شلزنا ذاقت علينا الجمعيات، ذاق علينا المجتمع المدني باش نجيبوا واحد روشيرشي مشبوه موضوع قضايا وموضوع ملاحقة. انت يا رئيس الجمهورية قلت لنا كلكم فاسدون الى ان تثبتوا خلاف ذلك ومنعتنا الكلنا من السفر. السيد هذايا هو ممنوع من كل شيء وعصادره ضده احكام وعنده فتاوي ارهابيه، اش مجيبهم لتونس؟ اش مجيبهم يجيبوا في الفلوس؟ نحب نقول لكم رانا عملنا مطلب نفاذ للمعلومه ومشينا للبنكه اللي هما حاطين فيها فلوسهم وقلنا لهم اعطيونا خلينا نفهموا منين تجي الفلوس، خاطرها جمعية أجنبية راهي ماهيش تونسية وتجيها الفلوس من برا بطريقة قانونية، لأنه تونس قاعدة تحمي في تبييض الأموال، تونس قاعدة تحمي في تمويل الإرهاب. تعرفوا اش قالوا لنا؟ قالوا لنا لا هذايا سر وهذايا ما نعطيوه لحتى حد إلا ما تجينا المحكمة. مشينا للمحكمة،
عملنا القضيه بتاع التسفير، قلنا التسفير هذاك بتاع اولادنا وبناتنا البؤر التوتر شكون متسبب فيه؟ متسبب فيه فتاوي الجهاد اللي عملها القرضاوي في 2011. مشينا عملنا قضيه، تعرف ش قالوا لنا؟ قالوا لنا وكيل الجمهوريه ما عطانيش اذن باش نعملوا بحث كامل وباش نسمعوا الادله ونسمعوا الشهود ونمشيوا للبنوك نعملوا تسخير وناخذوا لي زيكستري. وكيل الجمهوريه وقتها قال لهم اسمعوا الشاكي اكهو، ما تسمعوش المتهم، على خاطر المتهم هو راشد الغنوشي، لان المتهم هو الحزب اللي يسمي في روحه حركه النهضه، لان المتهم هما اللي يحكموا في البلاد. واليوم الحماية البوليسية هذه والهرسلة اللي تعرضوا لها النساء والهرسلة اللي تعرض لها الحزب السبب فيها انه الغنوشي مازال يحكم في مفاصل الدولة. كل نساء اللي تحديته الدروع الأمنية، اللي تحديته غلق الشارع، اللي تحديته غلق الشوارع، اللي تحديته حملة الخوف والرعب اللي حطوها لنا واللي غرسوها في القلوب بعد 25 جويلية، تحديتوا كل هذا وجيتوا يعطيكم الصحة، تحديتوا كل العراقيل، تحديتوا كل الصعوبات، وألف ألف شكر، ألف شكر شكر لرجال تونس. رجال الحزب الدستوري، رجال برجيبه، رجال تونس العظيمه، تونس برجيبيه ماهيش اخوان جايه، تونس برجيبيه ماهيش اخوان جايه.